كيف وزعت لجنة التحكيم نقاطها 45 الأخيرة في جعبتها هذا الموسم؟ هذا ما نحن في شوق كبير للاستماع إليه. دكتور نايف بن خلف، عندك 7 أفلام. لا أنا الأخير، خلني. أنت الأخير؟ حسيت واجد اليوم. طيب ولا يهمك، بس لا تغش تكفى من نقاطعي. طيب ناخذ الدكتور الواثق الصادق ان شاء الله على اعتبار ما سوف سيكون. والله ما في نيه، لكن على كل حال انا في 4 افلام اعطيتها نفس الدرجه اللي هي 3 درجات، هي اللي اعتبر ان لها الحظ اتوقع، يعني الدمى وازيز ولبس وشيطان، وبقيه الافلام الثلاثه لكل فيلم درجه، وهذه 4 لكل فيلم 3 درجات. طيب شكرا جزيلا، هذه تشكيله الواثق واخر نقاطه في هذا الموسم، شكرا جزيلا لك. طبعا باقي نقاط الجوائز الأفضل سنأخذها منك خلال هذا الأسبوع. آخر نقاطك 15 كيف توزعها أستاذ محمد بايزيد؟ منحت فيلم لبس 5 نقاط، أعلى نقاط الليلة، ومنحت دمى وحروف كلاهما كل فيلم 3 نقاط، وأزيز وثلث وشيطان والزوجة الثانية كل واحد منهما نقطة واحدة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد بايزيد لإطلالتك ولنقاطك. وأخيرا دكتور نايف بن خلف، 15 نقطة في يدك، كيف وزعتها؟ بقي خلي جمعهم بس. طيب. هل أيوة خلينا أشغل شوي. أنا أتوقع أنه جميل جدا في هذه الحلقة نقول أنه ماذا بعد الشاشة لك؟ وأتمنى إنه هذا البرنامج يحدث حراكاً في نظرتنا للأفلام ونظرتنا لهذا الفن بشكل عام، أن ينتقل من قائمة الهامشيات إلى الأساسيات والضروريات. وأتمنى إنه ينتهي البرنامج وقد انطلقت مبادرات كبيرة في هذا الصدد. بإذن الله. وأتمنى أن لا تنتهي الحلقة قبل أن نأخذ نقاطك دكتور نايف. طبعاً أنا بس امتداً للكلام السادة، إنه قضية إنه برضو الشكر للمجلس، أنا سويت حراك الحقيقة على الوسط الشبابي في قضية لازم أعطيكم كلمتين بالأخير. جزاك الله خير، لسه أوفر كثير من الكلمات الجميلة للحلقة القادمة. أنا الحقيقة أعطيت عدد كبير على درجتين. أيوة. اللي هو شيطان، الزوجة الثانية، حروف، أزيز، وثلث. ونقطة واحدة لدمى. وأربع نقاط للبس. تمام، شكرا جزيلا لنقاطك دكتور نايف من خلف. ناخذ نقاط لجنة التحكيم ولا نختم؟ إذن هذه هي مجموع نقاط لجنة التحكيم على الأفلام 7. لجنة التحكيم منحت نقاطها 45 كما يلي على الأفلام 7 التي شاهدناها. لبس حصل من نقاط لجنة التحكيم على ما مجموعه 12 نقطة، في حين حصل فيلم ثلث على 4 نقاط. الدمى حصل من نقاط لجنة التحكيم 45 على 7 نقاط. أما فيلم أزيز فقد حصل من نقاط لجنة التحكيم على 6 نقاط. والفيلم الكرتوني الوحيد في النهائي حصل على 6 نقاط. وأخيرا، ولا ليس أخيرا، الزوجة الثانية حصل هذا الفيلم على 4 نقاط. وأخيرا شيطان حصل هذا الفيلم على بقية النقاط 45 وهي 6 نقاط.